النجمة الأبدية في الموسيقى العربية، لا يوجد لها نظير غربي. دي كانت منشطات آخر تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية عن كوكب الشرق أم كلثوم. بالتأكيد سيرة سيدة الغناء العربي مش هتحتاج شهادة سواء من الغرب أو من الشرق. سيرة أم كلثوم هي سيرة الحب اللي لسه لحد دلوقتي بنعيش على أغانيها ألف ليلة وليلة، ومهما فات الميعاد بنرجع نسمع سومة ونقول الله يا ست. وعشان كده دار الأوبرا المصرية خدت بزمام المبادرة وقررت ترجعنا لزمن ليالي أم كلثوم، لأن كمان ساعتين إن شاء الله من دلوقتي هتنطلق أول حفلة بدار الأوبرا بتقنية الهولوجرام. والحقيقة دي تقنية ثلاثية الأبعاد تخليك كده تشوف أم كلثوم بعينك وكأنها بالفعل موجودة قدامك على المسرح. التقنية دي بدأت في مسرح منتدى شباب العالم في نسخته الأخيرة اللي كانت موجودة في شرم الشيخ، والنهاردة أم كلثوم في دار الأوبرا المصرية. عايزين نعرف تفاصيل أكتر، تعالوا معنا نسمع هذه التفاصيل من دكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية. مساء الخير يا دكتور. خير عليكم وعلى كل جمهور حضرتك. أولا كلمنا أول مرة تستخدم هذه التقنية في دار الأوبرا، لكن متوقع أنها تحظى بنجاح يعني منقطع نظير. برنامج الحفلة النهاردة اللي هتنطلق إن شاء الله كمان ساعتين، وكم عدد الحضور لغاية دلوقتي؟ النهاردة طبعا دي أول فعلا مرة نقدم في الأوبرا خاصية الهولوجرام، ودي يعني تطوير التكنولوجيا لخدمة أو لإمتاع الجمهور. الخاصية دي النهاردة إن شاء الله هيقدموا تقريبا حوالي 12 دقيقة من خلال الهيلوجرام. بعد كده هوت الحفلة بيجدوا فيها اتنين من ألمع نجوم الأوبرا اللي بيغنوا أغاني سيدة الغناء أم كلثوم، الفنانة ريهام عبد الحكيم والفنانة مي فاروق. ونتمنى إن شاء الله النهاردة التجربة تبقى ناجحة وتتكرر إن شاء الله بعد كده في الأوبرا كتير. إن شاء الله. احكي لنا كده عن تقنية الهولوجرام دي اللي هي الأول مرة الحقيقة بتنفذ في دار الأوبرا، هي عبارة عن إيه؟ وإحنا عارفين كان في تقريبا زي اتفاقية ما بين وزارة الثقافة وكمان وزارة الاتصالات عشان تتم تنفيذ هذه التقنية. وبالفعل هي الخاصية بتجسد شخصية الشخص اللي أنت عايزة تطلعيه على المسرح كأنه موجود فعلي قدام حضرتك، وهي خاصية معقدة شوية والتكنولوجيا بتاعتها عالية جدا. فكان في فعلا بروتوكول بيننا وبين وزارة الاتصالات على أساس إن احنا نقدم الهولوجرام عندنا في الأوبرا، وبعد كده هو يمدونا ويساعدونا بوجود الآلات والتقنية بشكل عام، التكنولوجيا بشكل عام، وتدريب العاملين بتوعنا على تأدية الحدث يعني بعد كده هو. يعني كان في تدريبات على كده، الموضوع بقاله فترة بيتم الاستعداد له، مش في يوم وليلة. التدريبات بعد كده. التدريبات هتبقى بعد كده، لكن إن شاء الله احنا متفقين إن بعد كده هو يتم تقديم الشخصيات بقى، الفنانين الكبار بتوعنا محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، مجموعة كبيرة من الفنانين. إن شاء الله ده لما نمتلك الأدوات المنفذة للهولوجرام إن شاء الله. متوقع ان التقنيه دي تنجح ويبقى عليها قبول، وبالتالي هيتم تعميمها ان شاء الله زي ما حضرتك بتقول لشخصيات اخرى، كل قد ايه تقريبا؟ احنا طبعا عندنا ان شاء الله كل شهر تقريبا حفله كبيره لحد من نجوم الغناء العربي بشكل عام. احنا عايزين نقدمها طبعا من خلال الحفلات الكبيره بتاعتنا. التجربه ان شاء الله تنجح لانها نجحت قبل كده هوت، وان شاء الله عندنا تنجح ونقدمها بشكل كويس ونستغلها يعني لامتاع الجمهور والاظهار الشخصيات بشكل عام ومواكبه التكنولوجيا. يعني التجربه اللي اعلنت عنها دار الاوبرا المصريه منذ عده اشهر ان هيكون كل شهر معانا نجم كبير من نجوم الغناء العربي، هي دي اللي هتبدا النهارده من خلال الهولوجرام. هي النهارده هتبدا، بس احنا طبعا مستنيين بقى تفعيل البروتوكول ان شاء الله بعد كده هوت مع وزاره الاتصالات واستجلاب المعدات اللي بتساعد على اظهار الهولوجرام يعني على خشبه المسرح ان شاء الله. في تجديدات بتجرى في دار الاوبرا من حين لاخر، يعني ايه اخر التجديدات اللي حصلت؟ احنا بشكل عام طبعا عندنا الصيانه العامه، بس احنا في الفنون بشكل عام يعني بنحاول قد ما نقدر ان احنا نواكب التكنولوجيا. يعني النهارده عندنا الهولوجرام، عندنا الشاشات اللي هي الشاشات
الليد المستخدمه في العروض بشكل بصفه مستمره. دلوقتي احنا استجلبنا شاشه ليد ودخلناها للاوبرا، وبنحاول نكمل منظومه شاشات الليد للتوفير للديكور والابهار والشكل العام. التجديدات طبعا تقريبا عندنا كل يوم عروض جديده بشكل عام، فنيا عروض فنيه كمان يعني بشكل عام. تمام، ان شاء الله يوم الاحد هيتم افتتاح متحف محمد عبد الوهاب مجانا للجمهور، كلمنا عن استعدادك لهذا المتحف الكبير. هو المتحف طبعا متحف رائع، والمسرح نفسه رائع، مسرح الموسيقى العربيه، معهد الموسيقى العربيه. ده تحفه فنيه لحد ذاته يعني. احنا كل سنه بيبقى فيه حوالي اسبوع او 10 ايام بيتم فتح متحف محمد عبد الوهاب فيه. متحف محمد عبد الوهاب موجود فيه طبعا مقتنيات شخصيه للفنان الكبير محمد عبد الوهاب، البيانو بتاعه، العود بتاعه، بعض الملابس اللي كان بيلبسها، بدلته العسكريه موجوده فيها، بعض النوت اللي هو كان كاتبها بايده، بعض مقتنياته الشخصيه هو، زائد ان المسرح نفسه مسرح معهد الموسيقى العربيه، مسرح يعني اللي بيخش اي حد بيخش بيبقى سعيد جدا بوجود مسرح مميز وجميل وتحفه فنيه وتحفه اثريه زي المسرح ده. تمام دكتور، اخيرا يعني بالنسبه للتماثيل الموجوده واللي بتمثل طبعا جزء مهم جدا من دار الاوبرا المصريه، هل هذه التماثيل هيتم اضافه لها تماثيل في الفتره القادمه ولا هنكتفي بهذا القدر؟ والله التماثيل دي بصراحه من وجهه نظري انا الشخصيه يعني احنا بنناشد الجماهير اللي بتخش دار الاوبرا وبتستمتع بالساحه بتاعه دار الاوبرا انهم ما يتعرضوش للتماثيل دي باي شيء. اللي عايز يصور يصور، بس ما يلمسش التمثال وما يجرحش في التمثال، لان بقى الموضوع يعني ضغط كبير جدا علينا، بمعنى ان في بعض الناس ما بيبقوش مقدرين التماثيل دي حاجه قيمه جدا وحاجه كبيره جدا. طبعا احنا التماثيل حتى الان مكتفيين باللي موجود، ويعني انا شايف ان يعني كفايه اللي موجود دوت يعني. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصريه على هذه الايضاحات، والتوفيق ان شاء الله في التقنيه التي سيتم تطبيقها النهارده ان شاء الله في دار الاوبرا المصريه بانطلاق طبعا الرائعه ام كلثوم سيده الغناء العربي ام كلثوم بتقنيه الهولوجرام. التقنيه دي طبعا كلنا شفناها في منتدى الشباب العالم اللي عقد في نسخته الاخيره بشرم الشيخ، والحقيقه كان لها اقبال كبير جدا من جانب الحضور، والناس كمان طلبت انها يشوفوها مره واثنين وثلاثه، فالنهارده موجوده هذه التقنيه لسيدة الغناء العربي في أم كلثوم، بتشوفوها كأني فعلا سبحان الله كأنها موجودة قدامكم. فالحقيقة التكنولوجيا بتتطور، وإحنا كمان بنرجع نفتكر أمجادنا، لأن مصر كلها أمجاد وكلها عظماء موجودين كانوا في الفترة الماضية ولسه في أجيال جديدة بتطلع تحت إيديهم.